الضربه مع يعني ضربه هتحصل خلال الساعات القادمه، وانا قلتها لسيادتك وزميلك الكريم، لازم يكون فيها بيروت سواء اغتيال او اماكن مقر حزب الله او اماكن يرى ان ممكن يكون فيها مخازن، لكن لابد ان يمشوا على بيروت في الهجوم. فبالتالي هذا التحذير ضروري ومهم، وخاصه ان يتوقف رد فعل حزب الله اولا حجم الضربه اللي هيقوم بها اسرائيل، وقد كما حدثت بسوء توفيق او بسوء حظ ان اصابت مدرسه، ربما الضربه الاسرائيليه تصيب هدف كبير، يضطر حزب الله في الرد في خارج الخطوط الخضراء ويدخل في الخطوط الحمراء الذي يعني يتطلب الضربه الثالثه، وهكذا يعني احنا ممكن تنزلق، لكن بنسبه كبيره لكن لن تنزلق، لكن التحذيرات للرعايه مهمه جدا، وخاصه ان ممكن يحصل حاله بانيك، حاله فزع، فتيبوا كل الاجانب بيجروا على المطارات، فكل دوله بتحاول تحس رعاياها مبكرا حتى يخرجوا ويعودوا الى بلادهم سالمين، وان استقرت الاوضاع يمكنهم ان يعودوا مره اخرى.